مساء الخير عملائنا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين مشتركين في قناة عالم الاجهزة الكهربائية. والنهاردة رجعنا لكم فيديو جديد وريفيو جديد، والفيديو بتاع النهاردة معانا بوتاجاز فريش 5 شعلة بروفيشنال جريلو استانلس امان كامل فصل جاز فرن وشواية. هنتكلم عن اهم ميزاته وامكانياته ومواصفاته بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بطريقة فنية وليس طريقة تجارية، وهنتكلم عن اهم ميزات وعيوب البوتاجاز ده. بس خلينا الاول نشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناة باشتراك او تعليق او لايك، وقول للناس اللي لسه اول مرة تشوف فيديو النهاردة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. ويا جماعة اللايكات بعد اذنكم بتفرق معنا. يلا بينا ندخل. بالنسبة للبوتاجاز ده بيكون جاي عليه لزق عازل فوق سطح الاستانلس، لازم يا جماعة نشيله، ما ينفعش نشغل البوتاجاز بيه، هنشيل السبف اللي هي العيون ديت، وبعد كده نخلع اللزق بالطريقة دي، لازم نشيله، ما ينفعش نشغل البوتاجاز باللزق اللي على الاستانلس ده. وهو كاتب لي تحذير على البوتاجاز من فوق ان احنا لازم نشيل العازل دوت او اللزق ده، وهو بيتشال بطريقة سهلة جدا بالشكل دوت. تمام، ده استانلس من انضف انواع الاستانلس اللي موجودة في السوق، استانلس خام نظيف جدا. عندي ده الاشعال الذاتي وده الامان، عندي غرف الفونيا او بوابة الاحتراق بتاعة البوتاجاز ده ايطالي، عندي سبف ايطالي من انضف انواع السبف الايطالي، خامات زهر 10 على 10، بيكون كل عين ليها حجم عين معين ومقاس معين وتركيبة معينة بالشكل دوت. ده بالنسبة للاتنين عين اللي على اليمين، اما الاتنين عين اللي على الشمال بيكون حجمهم اكبر. بالمناسبة البوتاجاز ده جريلو، يعني ايه جريلو يا جماعة؟ ان هو بيكون 5 شعلة ولكن 4 شعلة للعيون غاز، والعين الوسط بتكون جريلو بالشكل ده اللي هي كهرباء، وهنولعها وهنشوفها. عندنا الغطيان من الزهر المحمل التقيل النظيف جدا المقاوم للصدى والنار. تمام، لازم نركب الغطيان مظبوطة، كل عين ليها رقم غطاء معين. تمام، بنركبه بالشكل ده. بيكون البوتاجاز ده يا جماعة ملهوش زجاج سطح خلفي. عندي حوامل زهر محملة تقيلة بتيجي مغلفة، كل عين ليها حامل مختلف، ليه نظام في التركيب، ليه عدلة وقلبة. الحامل الزهر ده يا جماعة معمول بتصميم محترم جدا، في نظام كوتشات من تحت، مربع من تحت عشان يدي ثبات عالي للأواني، صعب ان هو يتحرك حتى لو حضرتك بتقلبي حاجة جوه الأواني، صعب ان هو يتحرك، ثبات عالي جدا. ده شكل البوتاجاز كله بعد التركيب. هنجرب احنا البوتاجاز مع بعض وهنشوف امكانياته من الداخل والنار بتاعته. بيكون عندي حامل عين اهو بالشكل ده من الزهر العريض النظيف جدا، لازم ننظف كويس الجريلو ده او العين الكهرباء دي. هندخل بالنسبة للفرن من الداخل، فرن صاج مجلفن تقيل مطلي بمادة مينا مقاوم للصدى، عندنا مروحة لتوزيع الحرارة، عندنا اشعال ذاتي فرن وشواية امان كامل، عندي 5 مستويات لضبط شبكة الصواني، عندي باب الفرن زجاج داخلي وزجاج خارجي، عندي يد باب الفرن من النيكل النظيف جدا. شكل البوتاجاز تحفة، لون اسود في استانلس بالشكل ده. عندي شاشة بالشكل ده بيكون ليها 5 زرار، الشاشة دي بنقدر نظبط بيها الوقت اللي احنا فيه الساعة، وبعد كده بنقدر نظبط، عندي مديني اوبشن ان انا اظبط الجريلا الشواية وقت محدد، عند وصول درجة الوقت المحدد بيدينا انذار تنبيه، وممكن بنظبط الفرن برضو، ومدينا اوبشن للفرن وللشواية، ومدينا اوبشن للساعة الوقت اللي احنا فيه. طيب احنا هنجرب البوتاجاز مع بعض. عندي كمان في 3 مفتاح، ده مفتاح موتور
الجريل، وده مفتاح اللمبة لإضاءة داخلية لرؤية جيدة داخل الفرن. عندي ده سيخ الشواية، لازم يكون راكب في المجرى بتاعة موتور الشواية علشان خاطر السيخ يلف. عندي زرار كمان للمروحة، الزرار الوسط، والمروحة دي يا جماعة بتشتغل مع الفرن فقط لو احنا مولعين نار الفرن من الاسفل مش نار الشواية، لان مش هينفع نشغلها مع الشواية علشان هتطفي الشواية، دي معمولة لتوزيع الحرارة داخل الفرن. اما عندي بيكون فيه 5 مفتاح للعيون اللي فوق، كل عين مرسوم عليها او كل مفتاح مرسوم عليها العين الخاصة بها، تمام. اما عندي مفتاحين للفرن والشواية منفصلين، وهنشوفهم دلوقتي واحنا مع بعض. بس نجرب النار الغاز اللي فوق، مجرد ضغطة واحدة بيشعل جاز وشعال ذاتي اوتوماتيك، سهل الاستخدام. ولكن لو هنلاحظ بعد ما ولعنا النار من جنب حمراء ومن جنب زرقاء، لازم اعدل الغطا ده علشان خاطر النار تطلع منتظمة، تمام. لازم اكون ضاغط على المفتاح ضغطة لمدة من 5 لـ10 ثواني علشان الامان يشتغل بتاع العيون بالشكل دوت. عند بعد كده المفتاح العين الوسط، دي كهربا جريلو زي ما اتفقنا، بنشغلها على الدرجة المحددة اللي حضرتك حابة تشغليها. الجريلو ده نارها قوية جدا، بنشغل مفتاح العين الوسط تمام بالشكل ده. العين الوسط الجريلو دي الكهرباء قوية جدا، قوية في التسوية، سريعة التسوية، تمام. وده شكلها وهي شغالة، تمام. عند بعد كده المفتاح ده بتاع العين اللي على اليمين من الداخل، والمفتاح ده بتاع العين اللي على اليمين من الخارج، تمام. اشعال الذات بتاعه قوي جدا. بالمناسبة البوتاجاز ده احنا مركبينه على غاز أنبوبة مش غاز طبيعي، ولكن عند التركيب الغاز الطبيعي لازم نغير طعم الفواني. عندي هنفصل العين دي الوسط، خلاص كده احنا مش محتاجينها تاني. كمان بالمناسبة بالنسبة لتنظيف البوتاجاز الجريلو البروفيشنال دوت يا جماعة اللي فيه عين كهربا، ما ينفعش ننضفه العين او الزجاج بتاع العين ده يكون سخن، نجيب عليه مية باردة علشان ما يحصلش كسر فيه، تمام. عندي بعد كده بالنسبة للفرن والشواية مفتاحين منفصلين. الفرن ليه مفتاح مدرج ارقام، عند وصول درجة الحرارة المطلوبة بتبدأ النار تهدى ويفصل اوتوماتيك. وعندي مفتاح للجريل الشواية بيكون 2 مستوى للنار. عندي برضو بيكون اشعال ذاتي. نار الشواية زرقاء وقوية جدا، بقدر اظبط وقت للجريل للشواية برضو، عند انتهاء الوقت بيديني تنبيه. مش بينفع نشغل الفرن والشواية مع بعض في وقت واحد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة، والسلام على أحلى مشاهدين.